اليوم كان انطلاق النسخة التاسعة من أسبوع المنامة لريادة الأعمال، وخلال الأسبوع عندنا العديد من الفعاليات بالشراكة مع أكثر من 25 جهة. وللمزيد من المعلومات تابعونا على انستغرام منامة ويك، وتقدرون تشوفون كل الفعاليات المتاحة للتسجيل على الموقع الإلكتروني manamaweek.com. الطريق نحو ريادة الأعمال ليس سهلاً، يتطلب الكثير من الجهد، من المخاطرة، من الابتكار، ولكن وجود بيئة داعمة لريادة الأعمال ووجود فعاليات مثل أسبوع المنامة لريادة الأعمال ربما يجعل هذا الطريق أسهل. اليوم طبعا شأن الانطلاق مشاركة سعادة الوزراء، وتكلموا عن محاور التنمية المستدامة وأهمية دعم التجارة لرواد الأعمال، وإن شاء الله راح تكون عندنا برامج متميزة وحلقات نقاشية متنوعة، منها طبعا ركزنا على السوشيال ميديا ودورها في ريادة الأعمال، وأيضا موضوع التكنولوجي والارتفيشال انتليجنت، هاي كلها أخذناها بعين الاعتبار، وأيضا موضوع المدن الذكية وهو محور هام اللي ينعكس لدوره في موضوع التنمية الاقتصادية. طبعا ريادة الأعمال يعتبر عنصر جدا رئيسي فيما يقدمه صندوق العمل تمكين لرواد الأعمال، فالإرشاد، الدعم المالي، دعم التدريب حتى لرواد الأعمال. اليوم جزء كبير من برامجنا يتم دعمها، دعم رواد الأعمال سواء كانت شركة ناشئة، شركة قائمة بتتوسع، أو تدريب رائد عمل، أو يبي يتوسع خارج البحرين. هناك العديد من البرامج في الحقيقة اللي تم أطلاقها في صندوق العمل تمكين لتساعد على ريادة الأعمال، سواء كانت مؤسسات جديدة أو مؤسسات تتوسع. اليوم عندنا طبعا برامج كثيرة مثل برنامج ستارت اب بيتش، مثل برنامج ريادة، وغيرها الكثير من البرامج اللي تحفز عالم ريادة الأعمال وتوسع، ويكون طريق حق الشباب البحرينيين يتخذونه في بداية مشاريعهم. نتمنى لهم النجاح إن شاء الله. اليوم الفعالية كانت جدا ناجحة وممتازة، ونتمنى لهم النجاح إن شاء الله خلال هذه الأسبوع.